مساء الخير، انا جمعه مفتاح احمد، شقيق متوفي احمد مفتاح. الحمد لله جالنا الخبر اللي هو تعاطي المخدرات النتيجه طلعت ايجابيه، وده الحمد لله يعني حق اخويا ان شاء الله راجع. تأول الحمد لله، واحنا يعني حاجه صبرنا على فراق المرحوم، واحنا واثقين في القضاء العادل ان شاء الله يجيب لي حق اخويا. الخبر جالي الساعه 4 الفجر، اللي هو الحمد لله النتيجه طلعت ايجابيه، واحنا كنا متوقعين ان هي تطلع ايجابيه، واحنا طلعنا في كذا فيديو وقلنا ده ما كانش بكامل وعي، وحتى هو في النيابه كمان ما كانش بكامل وعي، وكنا متاكدين ان هو ما كانش بكامل وعي، وناس كتير طلعت كذبتنا في الخبر ده، بس الحمد لله ربنا ظهر الحقيقه. الحمد لله ربنا ظهر الحقيقه، وعشان حق الغلبان ده ما يروحش. الحمد لله، وان شاء الله القضاء العدل هيجيبنا ان شاء الله. يعني هو توصلنا ان هو عامل حفله في دبي، يعني ده معلش بني ادم ولا يعرف يعني ايه ناس دمها مع قلبها محروق على واحد راح منه، مطلع لي بوست بيقول لي فيه اللي هو متاثر ومش قادر يتكلم وذنبه في رقبته وصفته ما بيصفقش عينيا. انت كده بتكذب على دوله بحالها، انت كده بتكذب على دوله حاجه، راح تعمل لي فيديو في دبي، عامل لي حفله، هو دي صوتك ما يفرقش عليك؟ يا راجل يا راجل، في واحد يخبط واحد ويعمل، يا خلي عندك دم يا اخي، يا خلي عندك دم. الناس قلبها محروق على اللي راح ده، وانت راح تعمل لي حفله في دبي؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا هو جاي لي اثنين في اول، جاي لي اثنين في المستشفى في بداية الحادثة خالص، بيقول أنا ابن خالتي اللي خبط أخوه، وإحنا متكفين بأي حاجة أنتوا عايزينها، واللي أنتوا عايزينه أنتوا هتعملوا فيه. طبعا دول برضو يعني معلش جايين في جايين في وقت غير مناسب للكلام خالص، يعني أنا واقف في الصدمة بتاعة أخويا متوفي وهم جايين يتكلموا في حاجة زي كده، ده يرضي مين يعني؟ ده يرضي مين اللي هو جاي يتفاوض معايا وإحنا لسه ما دفنتش أخويا ولا استلمت أخويا من المستشفى؟ يعني لسه دم أخويا لسه ما بردش، لما اخويا لسه سخن وجاي يتفاوض معايا، هو يحسب نفسه داس على كلب ولا داس على قطه ولا داس على فرخه عشان اتفاوض فيه؟ انا اكتر طبعا واحد شفت اخويا يعني حاله الله، يعني ما قدرتش امسك نفسي وانا شايف اخويا، عشان هو بيقول لك انا كنت راجل 70 80، هو بس 70 80 ايه يا باشا؟ 70 80 انا راجل سواق على الطريق، 70 80 دي تكسر تختش، يحصل له كس، يحصل له خدش، يحصل له اي حاجه الا تقضي على بني ادم. ده ما كانش بيجري 70 ولا 80، ده كان بيجري فوق ال 160، عشان الاكسدام بتاع العربيه، الاكسدام اللي هو حديد ده متدمر. مش حال بقى يا جدعان الجثه، الجثه هيبقى منظرها ايه؟ الجثه هيبقى منظرها ايه؟ هو شاطه قدامه 20 متر، 20 متر غير الطيران في الجو، يعني شاطه طرف في الجو وشاطه بعدها ب 20 متر، دي سرعة 70. حسبي الله ونعم الوكيل. هم كملين القضية لآخر نفس فيه، إن شاء الله حق أخويا راجع، القضاء هيجيب لنا حق أخويا إن شاء الله، وإحنا واثقين في قضاء بلدنا اللي هيجيب حق أخويا إن شاء الله، ومش هيسيب مجرم زي ده يهرب من القانون. آخر رسالة أبدأها لعصام رصاصة، إن شاء الله حق أخويا راجع لعصام رصاصة، وإن شاء الله هيبقى عليك، إن شاء الله هيجيلك حكم كده إن شاء الله. يعني مش عارف اقول لك ايه، بس هو ده الحكم بتاع القضاء العاجل، واحنا ما نقدرش نتكلم فيه ان شاء الله خير. اعتبر عمود وقع من البيت، عمود وفقدنا عمود البيت، يعني لما تفقد عمود بيت اعتبر الباب كله اتهدم، اعتبر الباب كله اتهدم كده. بيت مفتاح ابو احمد اعتبر عمود البيت راح، البيت كده اتهدم خلاص. حياتهم صعبه طبعا، ولاد القضاء حياتهم صعبه، ويعني معلش حتى اللقاءات مش عاوزين، من كتر الحزن بتاعهم مش راضيين يطلعوا، مش قادرين يتكلموا خالص في اي حاجه، عشان هما متاثرين وحالتهم صعبه خالص. يعني عنده مدام بعيد عنك، ولا كلام ولا سؤال ولا اي حاجه في الموضوع ده خالص، يعني ولا مأثر فيهم، حتى الاولاد والبنات حتى الاطفال متاثرين خالص بالموضوع ده. يعني البوست ده انا هو الصراحه البوست ده يعني خلاني حسيت ان الراجل ده اخطا وحس بخطأ، يعني طمني اللي هو خلاص هو حس بخطأه، دي حاجه يعني ما تزعلش، حاجه يعني تطمن شويه. اما يقول لي البوست بتاعي وبعديها يطلع لي حفله في دبي،
يبقى انت كده بتكذب على دوله بحالها. ده كده انت بتكذب على دوله بتشتغل دوله بحالها. اللي انت حضرتك تنزل لي بوست وتقول صوت ما تفرقش عينيك، ازاي انت صوره وحادثه ما بتفرقش عينيك ورحت تعمل لي حفله وبتغني فيها، ازاي ما تفرقش عينيك؟ ازاي انت صوره اخويا ما تفرقش عينيا؟ يا راجل ما بعرفش انا، ما بعرفش انا، كل ما افتكر منظر اخويا وهو في بنغسله انا ما بعرفش انا، انا بيصعب عليا. عشان انت اللي عملت الحادثه وشهدت الموضوع من الاول، تحت تعمل لي حفله؟ ده انت راجل يعني معلش في الكلمه، انت راجل ما عندكش دين ولا ضمير ولا اي حاجه.